الأمر الأول إنما هو الدعاء، الأمر الثاني إنما هو العمل الصالح. جاء في الحديث داووا مرضاكم بالصدقة. والحديث قال العلماء، أجمع العلماء على صحة معناه، إن معناه إيه؟ صحيح. المرض بلاء ولا مش بلاء؟ بلاء. فالإنسان يسارع في إخراج الصدقة، عمل صالح، فيرفع الله عز وجل ما به من هم وغم. ولذلك في الحديث المعروف، حديث أصحاب الغار، لما دخلوا الغار وانسدت عليهم الصخرة، ما الذي أنجاهم؟ إنما هو دعوا الله بأعمالهم إيه؟ الصالح. قالوا اعلموا أنكم في بلاء، فلن يرفع عنكم إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فكل شخص منهم لما دعا ربه بدعوة قدم فيها عملا صالحا لله وأخلص النية لله، رفع الله ما بهم من بلاء. ثلاثة، مما يرفع الله